كلنا استغربنا في إحدى الحلقات لأنه جيك عنده أولاد، وما زاد الأمر غرابة أن جيك لم تعرض أي حلقة في كارتون نتورك تدل على أنه أحضر أولاد أو أنجب أولاد. وفي الحقيقة توجد حلقة محذوفة لم تعرض واسمها جيك الأب، وسوف نتركك مع بعض اللقطات من الحلقة. Hey Jake, hey lady, we came to see your new pups. Hey dudes, they're still pretty sleepy. Sleepy little sweeties. Char TV, Viola, Kim Kilwan, Jake Jr. Aww. Pretty cute.